هو كده فين في المقر العائلة اسمه مقدسة؟ الكنيسة المعلقة. الكنيسة المعلقة عشان كده كتير ما بنبنيها على اسطوانات مش بنبنيها على اساس هنا خشب. هنا ايه؟ داخل الكنيسة المعلقة النهاردة توجه رسالة للمصريين كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الحضور وهذه الكوكبة الحقيقة من هذا المزيج من قساوسة اخواننا القساوسة والشيوخ وإمام مسجد عمرو والمواطنين والمسلمين والمسيحيين، واحنا كجهات تنفيذية برضو فينا المسلمين وفينا المسيحيين. هي مجرد وجودنا هنا المسيرة اللي مشيناها بين اهالينا من مسجد عمرو والكنيسة المعلقة يتهيألي أكبر دليل على تاريخنا الموحد وعلى رغبتنا الأكيدة إن شاء الله إن احنا نكمل إيدينا في إيدين بعض. أنا متفائل جدا بالمستقبل، سعيد جدا بهذه الزيارة الحقيقة، إنها هي أولا أكدت الحاجات اللي أنا معتقدها ورفعت معنويتي جدا جدا الحقيقة، وإن شاء الله يعني يوم السبت إن شاء الله هنبقى موجودين، وإحنا مع إخواننا المسلمين في جميع أعيادهم وهم معانا في أعيادنا، وده هو هي دي مصر وهي دي اللي إحنا عايزين نوريه للعالم. الشيخ علي. اه